صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله. زملائي أعزائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في كلية الطب والصيدلة بجامعة السويس الرباط. السيد ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم، السيد ممثل المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، السيد رئيس الجمعية المغربية للتواصل الصحي، السيدة ممثلة الجمعية المغربية للعلوم الطبية، زملائي، زميلاتي، أعزائي الأساتذة والطلبة المحترمين، أي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم في رحاب كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة عبد المحمد الخامس بالرباط السويسي، وإنه لمن دواعي اعتزاز وافتخار أن تحتضن مؤسستنا هذه التظاهرة العلمية الكبرى لأهمية الموضوع المطروح للنقاش والبحث، وكذلك لتواجد معنا شخصيات وزينة في هذا اليوم المبارك الذي يصادف يوم الجمعة. كما تعلمون، يواجه العالم في الوقت الراهن أزمة بيئية غير مسبوقة، فعلى الرغم من التقدم في مجالي الصحة والبيئة، فإن الأفراد والمجتمعات تواجه العواقب المباشرة والغير مباشرة لتدمير البيئي المحلي. وعلى سبيل المثال، فتغير المناخ واستنفاد طبقة الأوزون يعتبر نتاجا لأسلوب الحياة الغير مستدام وأنماط التنمية الغير صحية والاستهلاكية بشكل مفرط. ومن أجل فهم الصلات والروابط المتبادلة بين الصحة والبيئة، تعقد ندوتكم هذه لتسلط الأضواء على تحليل قطاع الصحة في إطاره البيئي والإيكولوجي، مما سيشجع على بلورة منظور طويل الأمد حول الصحة وتحدياتها المستقبلية. إن موضوع تحديات البيئة وأثرها على التنمية أصبح موضوع جميع المنتديات العالمية والإقليمية في 20 سنة الأخيرة، وأصبح يكتسي أهمية حيوية هدفه الإجابة عن سؤال حيوي: كيف يمكن أن نوفق بين التنمية من أجل تلبية الحاجيات الملحة للساكنة في الوقت الحاضر، وضمان تمتع الأجيال القادمة بظروف بيئية صحية سليمة؟ إن الثقافة المرتبطة بالبيئة تمخضت عنها مفاهيم جديدة كما تعلمون، فرضت نفسها على المهتمين بموضوع الصحة والبيئة، وأصبحت مادة أساسية وحيوية تدرس بجميع كلية الطب بالعالم. وعلاقة بهذا الموضوع، أريد أن أشير وأنبه الاهتمام لوجود ميثاق وطني في المغرب للبيئة والتنمية المستدامة، وأدعوكم إلى قراءة هذا الميثاق باللغتين العربية والفرنسية. ثانيا، هناك كتاب مرجعي عدته الجمعية المغربية للعلوم الطبية، وحصل لي الشرف أن أشارك فيه هذه 10 سنوات، وسيحصل لنا الشرف استقبال الدكتور ملح أحمد العراقي بعد هنيها ليقدم لنا خلاصة هذا الكتيب. وأطلب من السيدة الكاتبة العامة إذا كان من الممكن أن توفر بعض النسخ من هذا الكتيب خلال اليومين، حتى يتمكن السادة المشاركين للاطلاع على محضر هذا الكتيب الذي حظى بالطبع من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة. ثالث شيء، أريد أن أخبر الحضور الجليل بأن مؤسسة التعليم العالي ومن بينها مؤسستنا في كلية الطب والجامعة السويسي هي بصدد مراجعة نظام الدراسة الطبية في المغرب من أوله إلى آخره، الطلبة، التعليم الأساسي، التعليم الاختصاصي. وفي إطار هذه المراجعة، نحن في صدد تخصيص حصص هامة أعطيت للبيئة، حصص لا يستهان بها كما سنرى ذلك في المستقبل إن شاء الله، حتى تأخذ الفلسفة البيئية معناها في إطار التكوين الطبي، وحتى نجمع بين الطب وبين البيئة. وأخيرا، دونك أشكركم على اختيار مؤسستنا لاحتضان هذه التظاهرة الكبرى، وأتمنى لها التوفيق والنجاح إن شاء الله في هذه اليومين الدراسيين.
ونحن مشتاقون متشوقون لمعرفة رأي الأساتذة في من خلال مداخلاتهم حول التقاطعات الرئيسية بين حركة الصحة والحركة البيئية وأثرها على التنظيمات الصحية كما تعلمون، التغيرات المناخية والصحة، الحق في الماء، فعل المبيدات عن الحشرات كما تعلمون، وفعل التصحر، إلى ما عدا ذلك من الأهداف المتوخاة من هذه المناظرة التي نتمنى لها إن شاء الله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصحبه السعادة الدكتور علي يوسف السيف أمين العام للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، السعادة البروفيسور محمد أدناوي عميد كلية الطب والصيدلة بالجامعة محمد الخامس، السعادة الدكتور أحمد عزيز بوسفيا رئيس الجمعية المغربية للتواصل الصحي، أصحاب السعادة الخبراء، حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بادي وزيبت أن أحمل عليكم تحياتي معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أسيسكو، وتمنياته هي بنجاحي وتوفيق أعمالي هذا الندوة المهمة. ويسعدني أيضا أن أنتهز هذا المناسبة لأشيد بالتعاون المثمر والوثيق القائم بين المنظمات الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أسيسكو وبين المنظمات الإسلامية للعلوم الطبي في تنظيم هذا الندوة وتنفيذ إنشطاءات أخرى عديدة، تأكيدا للسعي إلى ترسيخ قواعد التنمية المستدامة في البلدان الإسلامية. كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمادة الكلية الطب وصيدلة جامعة محمد الخامس إلى استضافتها الكريمة لهذا الندوة، وأشكر المسؤول أيضا إلى الجمعية المغربية للتواصل الصحي إلى جهودها في إعداد التنظيم هذا الندوة. وأتوجه بتحياتي وتقديري أيضا إلى جميع الخبراء المشاركين، وأدعو الله أن يوفق الجميع في بلوغ أهدافي المنشودة من الندوة التي تهدف في إسهام الفاعل في تحديد المشكلات البيئية وأثارها إلى خدمات الصحية وتعزيز انخراط الدول العربية في جهود الدول الرامية إلى توعية والمشاركة في المواجهات الإشكالية البيئة واقتراح حلول لها نابعة من موروث الثقافة والهدار لأمة الإسلامية. أصحاب السعادة، حضرات السادة والسيدات، أن تدهور البيئة واستنزافها أصبح من القضايا المهلة في عالمنا المعاصر، حيث تصدرت هذه القضية القائمة عن انشغالات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المتخصصة في استخدام المفرط وجائر للموارد الطبيعية، يساهم صلبا في اختلال التوازن بين المرتكزات التنمية المستدامة، وأثاره تشكل خطرا حقيقة على أمن والاستقرار الأشخاصي وممتلكات. مما يستدعي تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وسليمة مع حفاظة البيئة والتنوع الحيوي دون إخلال بالنظام والتوازن البيئي. إن التحديات البيئية في عالم الإسلام كثير، منها على سبيل المثال لا حصر تزايد الضغط على الموارد المياه وتراجع الإنتاج الزراعي
والتسهر الذي ما فتح يزحف إلى مناطق الخصبة واتساع المناطق الكاهلة مقابل انهسار الأرض الصالحة للزراعة وتأثر المناطق الساحلية منخفضة بارتفاع المستوى البحري وامتداد مياه البحر المالحة نحو المياه الجافية الساحلية إلى جانب تزايد حالات العواصف البحرية وتأثيرها إلى منشآت النفطية وتزايد عدد الكوارث التي أصبحت أكثر تواترا وأكثر تدميرا وتلوث الهواء والمياه ومجال البحر الذي يؤثر سلبا على صحة حياة ملايين من الناس إضافة إلى انعدام الأمن وغياب الاستقرار وارتفاع معدلات الفقر والأمية ونمو السكان وبطالات وإبقاء المديونية وزيادة الخدمة وغير ذلك من القضايا التي تجعل دول العالم الإسلامي أكثر أردة للمخاطر وتشكل تهديدا خطيرا للإدارة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئة والهياكل الإدارية فمعظم الدول الأعضاء الإسلامية تفتكر حاليا إلى موارد الكافة للخروج من الحالية الفقر وعدم المساواة والتوجه التحديات المرتبطة بالنمو السكاني السريع والنقص في الغذاء والمياه وأمن الطاقة والتي تلقي بدلالها إلى كثير من الاقتصاديات إلى جانب التحديات ذات الصلة بالتغييرات المناخية والقلق بشأن المستقبل والتقلبات المناخية الشديدة التي تزيد من جسامة هذه التحديات. أصحاب السعادة، حضرات السادة والسيدات، لقد نهضت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أسيسكو بمسؤولياتها كاملة في تابعات دول العالم الإسلامي لاندماج في حملة الدولية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل نظافة البيئة وحماية من التلوث وبناء أسس الراسخة للتنمية المستدامة التي تجني ثمارها الأجيال المتعاقبة جيلا بعد جيلا وكان لسيسكو فضل في إغناء الرأي العام بأهمية العمل المنظم والتنسيق المحكم والتعاون المشترك من أجل المشاركة المجتمعات ولإنشغالاتها بمشكلات حماية البيئة ومشاطراتها اهتماماتها بقضايا التنمية المستدامة انطلاقا من الأهمية المتزايدة التي أصبح المجتمع الدولي يوليها القضايا البيئة والصحية والسكاني ولدورها الحيوي في التنمية المستدامة وإيمانا من الأسيسكو بضرورة العمل من أجل تطوير التربية البيئية والصحية والسكانية على مستوى النظر والعلم ليستفيد منها الفرد وتصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافة العامة وموجها سلوكه تقيه اختار التنمية التي تخضع لأية الضوابط أخلاقية ولا تحكمها قيام الإنسانية والتي تلحظ
وراء المنفعات المادية في مقامي الأول. فقد وجهت الإسيسكو عنايتها منذ وقت مبكر لمعالجة هذا القضايا الهيوية ومساعدة الدول الأعضاء على إيجاد الحلول المناسبة لها وفقا للقرارات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام لسيسكو والمؤتمرات الإسلامية للوزارية المتخصصة في هذا الموضوع. وتعزز هذا الاهتمام على خصوصي بشكل أوضح في توجيهات برنامج العمل البيئي الإسلامي والاستراتيجي الإدارة المخاطر التغيرات المناخية في العالم الإسلامي وخطط التنفيذية لحد من المخاطر الكوارث الإدارة في العالم الإسلامي وإعلان الإسلامي حول التنمية المستدامة والإطار العام للتنمية المستدامة في العالم الإسلامي ووثيقة الاقتصاد الأخضر دوره وجدواه في بلدان العالم الإسلامي إضافة إلى متابعة المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي للبيئة للتقارير والتوصيات في هذا الشأن. وقد تبلور هذا الاهتمام بشكل مسموس في نوعية البرنامج والمشروعات المتعلقة بالبيئة والصحية والسكان التي تضمنتها في خطة عمل الإسيسكو حاليا للأعوام 2013 إلى 2015 التي تميز عن سابقاتها بتبنيها لنجح جديد يقضي بمعالجة القضايا البيئة والصحة والسكان ومعالجة شمولية تأخذ بين الإدبار الارتباط والتكامل بين هذا القضايا وأثارها المباشر على التنمية المستدامة من جهة وتكريسها لوجهة النظرية الإسلامي في تناول هذا القضايا من جهة أخرى إبرازا لتميز الثقافة الإسلامية وسبقها في هذا المجال وتمكينا للإسيسكو من إسماع صوت العالم الإسلامي حول هذه القضايا في المؤتمرات الدولية المتخصصة والتأثر في القرارات الصادرة بشأن بما يتعارض مع قيمه الإسلامية والإخلاقية. أصحاب السعادة حضرات السادة والسيدات، إن من أهم الإنشطات المطلوب تنفيذها في مجال المواجهات التحديات البيئية وأثارها على التنمية والرعاية والصحية في مناطق العربية، نشر الوعي بقضايا البيئة والصحية والسكان لتصبح جزء لا يتجزأ من الثقافة العامة لمختلف شرائح المجتمع وموجها لسلوكهم وعلاقاتهم مع محيطهم البيئي والصحي مع وضع البرنامج والسياسات الوطنية الملائمة لأجل محافظة على موارد الطبيعة والحماية وترشيد استخدامها وتقريص الوقاية من الأمراض الأوبية وتعامل الحكيم ومتبصر من مع القضايا السكان إضافة إلى تعزيز برنامج التربية الصحية والبيئة والسكانية داخل المؤسسات التعليمية النظامية وغير نظامية من خلال إدماج مفاهيمها في مناهج التعليمية وفق خصوصيات العالم الإسلامي وتكوين الموارد البشرية المتخصصة في مجالاتها. وقبل أن اختتام كلمتي أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كلية الطب والصيدلة بجامعة محمد خامس على استضافتها هذا الندوة وعلى حسن تعاون وكرم ضيافتي. وكما أتقدم بشكر
جزيلا إلى كل من ساهم في إعداد هذا الندوة، وأوصي بذكر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والجمعية المغربية للتواصل الصحي، وسعد الخبراء المشاركين على مساهمتهم الطيبة في أثرها أعمال هذا الندوة، وأتمنى لهم جميعا دوام التوفيق والنجاة. وفق الله وسدد خطانا وكلنا أعمال ندوتنا بالنجاة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور خالد بلال مدير العلوم بالإسيسكو. الكلمة الآن للسيد ممثل المنظمة الإسلامية للعلوم التربية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدكتور فايق بلال مدير العلوم بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، حضرة الدكتور عدناوي محمد عميد كلية الطب والصيدلة بجامعة الملك خامس الرباط، حضرة الأخ أحمد مسية رئيس الجمعية المغربية للتواصل الاجتماعي، حضرة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أنوب عن معالي الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في افتتاح هذه الندوة شبه الإقليمية حول تحديات البيئة وأثرها على التنمية والرعاية الصحية في المنطقة العربية والتي تقام في المملكة المغربية الشقيقة، والتي تقام بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في دولة الكويت وجمعية المغربية للتواصل الصحي. وأود أن أنقل لكم تحيات وتمنيات معالي الدكتور عبد الرحمن العوضي وجميع العاملين في المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتوفيق والنجاح لهذه الندوة. وأود أن أشكر جزيل الشكر لمعالي الدكتور عبد العزيز التويجري مدير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة على استضافة هذه الندوة والتعاون المستمر والبناء بين المنظمتين. كما أود أن أشكر كلية الطب جامعة محمد الخامس والجمعية المغربية للتواصل الصحي على استضافتهم هذه الندوة. لقد كان اختيار موضوع تحديات البيئة وأثرها على التنمية والرعاية الصحية كأحد مجالات التعاون بين المنظمتين يبين مدى اهتمام هذا الموضوع لدول المنطقة ولدول العالم الأجمع. لقد أصبحت البيئة من الأسباب الهامة التي تؤثر على تنمية وصحة الشعوب، ولقد اهتمت بها جميع دول العالم والمنظمات الإقليمية والعالمية. وفي الختام أود أن تؤتي هذه الندوة المباركة بثمارها بتوصيات تساهم في وضع الحلول لموضوع البيئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا ممثل المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. الكلمة الآن للدكتور ممثل الجمعية المغربية للتواصل الصحي فريد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عميد كلية الطب والصيدلة العلوي، السيد فاروق بلال ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والسيد ممثل المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بداية السادة الحضور والسيدات، بداية أود أن أقدم اعتذار الأستاذ بوصفحة رئيس الجمعية بسبب غيابه خارج المغرب والذي سيحضر معنا إن شاء الله غدا. وبعد يشرف الجمعية المغربية للتواصل الصحي أن تشارك في هذه الندوة العلمية الهامة حول تحديات البيئة وأثرها على التنمية والرعاية الصحية في المنطقة العربية، والتي يحضرها ثلة من الخبراء المهتمين بمجال الصحة والبيئة من بلدان عربية شقيقة بالإضافة إلى المغرب. ويسعدني بهذه المناسبة أن أرحب بالجميع وعلى الخصوص الذين حضروا من خارج المغرب، وأتمنى لهم مقاما طيبا في بلدهم الثاني المغرب. موضوع البيئة والصحة وفي غاية الأهمية ويحظى باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، وهذا بلا شك مرتبط بالتغيرات الملحوظة التي يعرفها المناخ كارتفاع الحرارة في العالم مثلا، وبصفة عامة التغيرات الملحوظة في المجال البيئي
مثل تناقص مساحة الغابات، التصحر، نقص المياه، التلوث بمختلف أشكاله، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تأثير مباشر وغير مباشر على الصحة وعلى الوضع الصحي للسكان في مختلف المناطق في العالم وفي منطقتنا العربية على الخصوص، خاصة أن القطاع الصحي في جل بلداننا لا زال يعاني من كثير من المشاكل والاختلالات، بالإضافة إلى تواضع مستوى الوعي الصحي لدى العامة. وهذا الأمر الأخير هو من ضمن الأمور التي تسعى جمعيتنا إلى تحسينه في إطار عملها التواصلي في المجال الصحي مع عموم الناس وكذلك بين العاملين في القطاع الصحي. وفي هذا الإطار عمدت جمعيتنا إلى إصدار المجلة الصحية المغربية، وهي موجهة بالخصوص إلى الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وهي مجلة باللغة العربية، لغة الهوية والثقافة والتاريخ، وهي كذلك اللغة الرسمية للمملكة المغربية، بالإضافة على أنها كانت وستبقى لغة العلم، حيث أنها تعرف حاليا اهتماما متناميا ومتزايدا في كل العالم، وتأتي حاليا في المرتبة الرابعة من حيث انتشار متقدمة على الفرنسية. ولذلك نقدر أنها الأنجع للتواصل الأفضل بين مختلف المهتمين والمتدخلين في هذا المجال، وكذلك من أجل الرفع من مستوى الثقافة الصحية لدى عموم المواطنين. بالتالي فإن هذه الندوة في صلب اهتمام الجمعية، لأنها سؤدي إلى تطوير المحتوى العلمي المتداول في إطار أنشطتها ومساهماتها. إن هذه الندوة بلا شك فرصة لتعميق الفهم في علاقة الصحة بالبيئة وللتعرف على تجارب بلداننا ومدى فعالية هذه التجارب للحد من تدهور البيئة وانعكاسات ذلك على الصحة. وإن شاء الله سنخلص في نهاية هذه الندوة إلى صياغة توصيات عملية نأمل أن تلقى اهتمام حكومات بلداننا وكل العاملين والمساهمين في القطاعين الصحي والبيئي لتحسين الوضع الحالي ولتفادي الأخطار المحتملة في المستقبل على الصحة العامة، وحتى نضمن للأجيال القادمة صحة جيدة والعيش في بيئة سليمة. وشكرا. شكرا جزيلا. أظن أن جسد التحية قد انتهت. المنظمين يدعوكم إلى حفلة شاي لمدة 10 دقائق. لست أدري إذا أردتم أن نتمم المؤتمر هنا والندوة، وإذا كان المجال قليل يمكننا نأخذ قاعة أخرى. دونك المنظمين عندكم الاختيار، يمكنكم تفكروا في هذا الشيء خلال حفلة شاي 10 دقائق. تفضلوا. أول هو زميلي مولاي أحمد العراقي، غني عن التعريف، أستاذ تشريح المرضي بكلية الطب والصيدلة بالرباط، وزير سابق لوزارة البيئة، الرئيس السابق حصل لي الشرف مع نجاة والشقر، واكبنا معه العمل في الجمعية المغربية للعلوم الطبية لمدة 10 سنوات، ومن خلالها نظم في المغرب أول مؤتمر عالمي للصحة والبيئة تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أستاذ مولاي أحمد العراقي، بغض النظر عن تكوينه البيداغوجي في التشريح المرضي، هو فاعل جمعوي معروف على نطاق المغرب العربي ومن إطار خارجي، وله تدخلات كثيرة، وكان دونك من وراء كتيب الذي طلبت من نجاة والشكر أن تحضره لنا حول الصحة والبيئة. أشكره شكرا جزيلا مع البرنامج الغني رعد جمل فاس، وليتفضل مشكورا. سنتابع مداخلته باهتمام كبير. أستاذ مولاي أحمد العراقي. أعبر عن سعادتي لتواجدي في هذه القاعة التي تعلمت فيها مهنتي، خاصة وأن من يتزعم مسيرتها الآن صديق حميد هو أستاذ سي العدناوي، اللي معه
نظمنا أظن آخر مؤتمر في المدة اللي كنا فيها الجمعية المغربية للعلوم الطبية، نظمنا المؤتمر 16 واللي كان المحور ديالو هو الصحة والبيئة في فترة كان الوعي بالمخاطر المرضية مرتبطا بالمسؤولية التي يجب أن يتحملها الإنسان من أجل التشييد لمستقبل أفضل، وذلك ضمن الاستراتيجية المنبثقة عن مؤتمر الأرض المنعقد في ريو سنة 1992. هذه الكلمة منتسبة لتقرير السيدة برينتلاند سنة 1987 حول ما يعبر عنه بمصطلح التنمية المستدامة. وهذه التنمية المستدامة هي حسب الوثيقة ديال سنة 1987، الوثيقة التي تبناها المنتظم الدولي، هو تلبية الحاجات الآنية من دون رهن قدرات الأجيال المقبلة على تلبية حاجتها. ولابد هنا من الإشارة إلى أن هذا التعريف جاء بعد قرن ونصف تقريبا من الجدل بين مدرستين، مدرسة الإيكولوجيا المتمركزة بالفرنسية ليكوسنتريزم، ومدرسة الإيكولوجيا العميقة يعني بالفرنسية ليكولوجي بروفوند. الفرق ما بين المدرستين مدة 150 سنة وهو أن المدرسة الأولى للإيديولوجيا المتمركزة هي المدرسة التي تربط التنمية بالنمو الاقتصادي، بعبارة أخرى يتم الضغط على الموارد وعلى الأوساط الحيوية، وبواسطة الفائض الاقتصادي تقول هذه المدرسة باستعانة بالمعرفة على أنها قادرة على إصلاح ما يتم إفساده، يعني بإيجاز ما هي الإيكولوجيا المتمركزة. الإيكولوجيا العميقة، مدرسة الإيكولوجيا العميقة هي المدرسة التي تربط التنمية باستغلال الموارد والأوساط الحيوية حسب السقف الطبيعي المحدد حسب القوانين الأزلية. هذه المدرستين اختلفتا لمدة 150 سنة إلى حد أن وصلنا سنة 1987 إلى التوافق الدولي حول مصطلح التنمية المستدامة، واللي مرة أخرى هي التنمية الكفيلة بتلبية الحاجة الآنية من دون رهن قدرات الأجيال المقبلة على تلبية حاجتها. بطبيعة الحال الكل اعتبر بأن هذا التوافق يشكل قفزة نوعية في التعامل مع المشاريع التنموية، ومن طبيعة الحال هذا التعريف يتضح على أن الصحة تمثل في آن واحد وسيلة وهدف التنمية. بعبارة أخرى الصحة هي الحاجة الأساسية العابرة للأجيال وللأشخاص ولفضاءة العيش، وفي آن واحد الصحة هي التي تسمح على الخصوص بإنتاج فوائد القيمة
من دون المس بالرأسمال الطبيعي المتوارث بين الأجيال. إذن لا بد لنا في توصيف التوافق الحاصل بشأن التنمية المستدامة من أن ننطلق من ما هو متوافق بشأنه صراحة أو ضمنيا على الأقل، وهو أن محور التنمية المستدامة هي الصحة. وبالتالي عندما نتكلم عن الطب، الطب هو رافع من الروافع الأساسية للصحة، وبالتالي هو موضوع يعني تفكير ونقاش حول مناهجه وسائله أهدافه يعني المحيط للممارسة الطبية بصفة عامة. وبما أننا في كلية الطب يمكننا نقول بأننا رحنا في فضاء مرتبط مباشرة بما يسمى بالتنمية المستدامة، وإن كان أن الأخوات والإخوة كنجيو للمسائل التقنية وهذا واجب، فاللي أكيد وهو أن في آخر المطاف عندما نتكلم عن الطب نتكلم عن مسؤول تكوين طبي على وجه الخصوص، نتكلم عن مسؤولية كبيرة جدا إزاء الفرد وإزاء المجتمع وإزاء الأجيال المقبلة. مزيان، من يتكلم عن المسؤولية يتكلم بالطبع عن المقدور للبوفوار. المسؤولية مرتبطة بالمقدور، la responsabilité est liée au pouvoir que l'on exerce. المقدورة الطبية تسمح للطبيب بأن يكتسح الأبدان وحتى النفوس، وبالتالي يعني المقدورة الطبية في كل الأحوال هي مقدورة كبيرة وكبيرة جدا. على صعيد آخر، البحث العلمي، التقدم العلمي، هذا كله يشير إلى ارتفاع وتيرة الاكتشافات والاختراعات، وبالتالي عندما نأخذ بعين الاعتبار التوافق الإيديولوجي إلى صح التعبير على ما هي التنمية المستدامة أولا، وثانيا المسار اللي كيعرفوا الطب والعلم والمعرفة بصفة عامة، يمكن أن نستنتج بطريقة يعني تقريبا فطرية على أن هناك ما يطمئن على مصير البشرية إيديولوجيا. توافق غير معهود منذ أقدم العصور حول ما هي التنمية المستدامة. علميا وتيرة الاختراعات والاكتشافات يعني لم يسبق لها مثيل، وبالتالي ليس هناك إلا ما يطمئن. المقدورة الطبية الممنوحة من طرف المجتمع تمنح للطبيب يعني حريات كبيرة وكبيرة جدا. إذن من هذه المنطلقات ليس هناك سوى ما يطمئن، لكن في آن واحد ماذا نراه على أرض الواقع؟ شيء مختلف تمام الاختلاف عن كل الروافع المطمئنة التي تكلمنا عنها. نرى يعني بإيجاز كبير اتساع الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج للخدمات العمومية
وعلى رأس قائمة تلك الخدمات العلاج. ثانيا، تراكم شتى أشكال العجز البيئي الشمولي بتفاوت حسب المناطق، ولكن العجز الكوني الشمولي في تراكم مستمر. وكذلك إلى خدنا بعين الاعتبار الإعلان النهائي ديال ريو زائد 10-20 المنعقدة القمة المنعقدة في البرازيل في يوليو 2012، ماذا نرى؟ أرى أن هناك بالفعل اعتراف بأن النتائج هي نتائج معاكسة، ولكن في آن واحد 3 سنوات قبل هذه القمة في كوبنهاغ، في الوقت الذي يتم فيه تحرير المبادلات التجارية وتحرير تحرك البضائع، هناك مراقبة أكثر على تحرك الأشخاص، ومن جهة أخرى كان بروتوكول كيوتو حول التغيرات المناخية، تعاون دولي من أجل الحد من سلبية التغيرات المناخية. هذا البروتوكول كيوتو كان في الوقت فاش كان كاين عقد المؤتمر 16 للجمعية المغربية للعلوم الطبية 12 جنبير 1997، جا البروتوكول ديال كيوتو في نفس اليوم كان البروتوكول ديال كيوتو. شنو هذا البروتوكول ديال كيوتو؟ هو الحد من الانبعاثات ديال الغازات بنسبة 5-8% من الانبعاثات ديال سنة 1992 ديال قمة الأرض، الوفد ديال قمة الأرض. فإذا في 2009 نجد أنفسنا أمام تزايد تلك الانبعاثات التي وصلت إلى 37% فوق نسبة ديال سنة 1992. والبروتوكول كيوتو هو بروتوكول يعني منسجم مع المصالح التجارية، هو أصلا البروتوكول كيوتو في السوق ديال التلوث، كلمة سوق ديال التلوث، وهذا سوق التلوث الدول ديال الشمال غادي تشتري من دول الجنوب حقها في التلويث مقابل بعض المسائل. يعني هو بروتوكول اللي في صالح الدول الصناعية، ولكن رغم أنه في صالح الدول الصناعية، الدولتين الرئيسيتين اللي كان ممكن أنهم يسبب أجراءات ذلك البروتوكول هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في ذلك الحين. هذو كلهم وإن كانت بناو الوثيقة ما صدقوا عليها، ما وقع بطبيعة الحال. إذن في سنة 2009 ماذا حصل؟ اللي حصل وهو ربط المستقبل بالنمو الاقتصادي وطي صفحة بروتوكول كيوتو في قمة كوبنهاغ في جانفي 2009. وبالتالي الحصيلة الإجمالية من قمة الأرض إلى 2012 يعني ريو زائد 20، الحصيلة الإجمالية وهو تحرير المبادلات التجارية وبالمقابل تعثر التعاون الدولي من أجل حماية البيئة. لا غرابة إذن في الحصيلة، اتساع الفوارق المجالية والاجتماعية، تعدد وتنوع المخاطر المرضية المرتبطة بالتلوث إلى آخره، تراكم شتى أشكال العجز البيئي بفعل الضغط المضطرب على الموارد وعلى الأوساط الحيوية. وفي آخر المطاف يعني بقدر ما تطمئن الالتزامات التي تكلمت عنها في البداية، بقدر ما ترهق المنجزات يعني الآمنة
ديال 2013 ولا 2014 من النشر. إذن الإشكال اللي مطروح هو الإشكال هو لغز لابد من فك هذا اللغز. بالنسبة لنا احنا كدول عربية ولا إسلامية وبالمغرب نموذج كان نموذج ماشي كان بطبيعة الحال كان هناك بعض الفرق ما بين الدول العربية حسب المدخول الوطني الخام ديالها وحسب الرؤية ديالها بالمسألة التنموية، ولكن يعني الإشكال اللي مطروح على الدول العربية عموما هو نفس الإشكال، هو الإشكال ديال المنظور التنموي المستقبلي. هو الإشكال اللي مطروح علينا بتفاوت حسب المحيط الذي نعيش فيه. باش نفكوا هذا اللغز ونحاولوا نتقدموا شيئا ما إلى الأمام، أقترح عليكم أن نأخذ بعين الاعتبار الوضع المغربي الذي قلنا كنموذج، كنموذج فقط. بالنسبة للمغرب المسألة ديال التنمية المستدامة تطرح وطنيا كما تطرح في باقي دول المعمور، بعبارة أخرى نفس الالتزامات المطمئنة ونفس المنجزات المزعجة. شنا هو الخصوصيات ديال المغرب؟ هي خصوصيات أولا ديال الدولة ولا وطن اللي جاء في منطقة طرق جغرافية، بعبارة أخرى كل ما يقع في العالم يؤثر بصفة طبيعية على الوضع في المغرب. المغرب يعني في شمال غرب إفريقيا، بحر الأبيض المتوسط، المحيط الأطلسي، أوروبا، العالم العربي، إفريقيا، أمريكا. يعني المغرب هو تاريخيا هو ممر جغرافي، وبالتالي الإيجابي يؤثر على المغرب بتفاوت والسلبي يؤثر بصفة يعني لا مفر لها. هذه مسألة مهمة جدا، لأن أحب أن كره المغرب فهو يمثل بالنسبة للبشرية جمعاء واحد الرصيد لا يستهان به. ما هو الوضع الصحي بالمغرب؟ الوضع الصحي بالمغرب هو منذ قرن تقريبا لم أتكلم عن الوضع التاريخي المتميز في عصر الازدهار والمتدهور في عصر الانضحار. تبقى الخامس عشر المغرب كان يعد قدوة من ناحية العلم والمعرفة عموما والصحة، ابن الخطيب، ابن رشد، ابن الزهر، هذو كلهم أساتذة ديال الطب في المغرب، ويعني في العصور ديالهم كنا نقولوا بأن المغرب كان نموذج. مع الأسف الشديد انطلاقا من القرن الخامس عشر أو السادس عشر ما وقع في المغرب هو يعني شبه انتحار، حيث كان هناك تراجع عن الانتساب للعلم والمعرفة مقابل شيء ما من تطرف على عدد من المستويات. وحتى هذه نقطة أساسية تاريخية اللي لا تنور ما يجب أن نفعله اليوم، لأن يعني الانتقال من مرتبة عليا إلى مرتبة سفلى تاريخية في المغرب معروف. لماذا؟ الاستعمار، ماذا فعل الاستعمار صحيح في المغرب؟ استراتيجية ليوطي، هي استراتيجية ليوطي هو المقيم العام الأول لفرنسا في المغرب. فيما يخص المسألة الصحية يعني كان صريح جدا، هو فصل بين المغرب النافع والمغرب الغير النافع، وقال عن المغرب النافع
بين قوسين ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي بالمغرب. ماذا يعني هذا صحيا؟ في مناطق الاستقبال ديال تشجيع الاستثمار الأجنبي مقاومات الأوبئة المتنقلة خصوصا، مقاومات التحضير فيما يخص التطهير إلى آخره، يعني تحضير تلك المناطق من أجل تحفيز الأجانب على الاستثمار بالمغرب. صحيح هذا يعني منظور واقع جدا. تهيئة الأوضاع الأمنية، صحيح هذا يعني التعامل مع الصحة من زاوية الإحسان وليس من زاوية واجب الخدمة العمومية للدولة. كذلك حماية المغاربة كيد عاملة، معنى هذا التمييز فيما يخص الولوج إلى العلاج. هك المنظور اللي تبنى على نصوص تشريعية لا زالت قائمة إلى حد إلى يومنا هذا، أدى النتائج المنتظرة وهو قلة الموارد. ثانيا التمييز فيما يخص المجال الاجتماعي فيما يخص توزيع تلك الموارد. ثالثا عدم التطابق بين الحاجات لأوسع الفئات والممارسات والتجهيزات الطبية. هذا هو نفس التشخيص اللي كان